أحرزت القوات القبلية المناهضة للحوثيين تقدما للثلاثاء في مدينة إب وسط اليمن ضمن سلسلة انتصارات مهمة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بعد نجاحها في استعادة السيطرة على عدن الشهر الماضي. وقال سكان إن مقاتلين اشتبكوا مع جماعة الحوثي داخل المدينة التي يقطنها نحو 200,000 شخص في أحدث توغل لهم على أراض يسيطر عليها الحوثيون منذ شهور. وقال شهود إنهم سمعوا صوت إطلاق نار كثيف في إب، فيما أفادت الأنباء الواردة من محافظتي البيضاء وشبوه بوسط اليمن بوقوع اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثي، ويعتقد أن المقاتلين المحليين يحرزون تقدما مدعومين بضربات التحالف الجوية. وفي وسط صنعاء خرجت حشود من الحوثيين تندد بالضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي وتتعهد بمواصلة القتال. اليوم نخرج رفضا للاستعمار، رفضا للحصار، واستمرارا في الاستعداد والتنفيذ القريب من الخيارات الاستراتيجية. وامتدت التظاهرات إلى حي آخر بالعاصمة حيث يقع مقر مبنى الأمم المتحدة، حيث خرجت مظاهرة نسائية تندد بالضربات. ويشهد اليمن حربا أهلية مستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، إذ يقاتل أنصار حكومة تعمل من الخارج الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء كثيرة من شمال البلاد. وتدخل تحالف عسكري خليجي في الصراع أواخر مارس مع دخول الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى ميناء عدن الجنوبي. ويناشد دبلوماسيون أجانب الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي للقتال الذي راح ضحيته أكثر من 4,000 شخص، وحذروا من أن الحرب تدمر هذا البلد الفقير وتفرض على أهله الجوع. جيهان لطفي، رويترز.